السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا شباب عاملين ايه؟ هنتكلم النهاردة عن منتج انتوا طلبتوه مني وهو شادو اكس من شركة كوبرا لاب. وقبل ما ابدأ الموضوع انا حابب اشكركم جدا 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 على كل الدعم اللي انتوا بتقدموه لي وكل الكومنتات الجميلة اللي انا بشوفها على كل الفيديوهات، الف مليون شكر ليكم. ونخش في الموضوع بإذن الله اللي جاي احسن. منتج شادو اكس هو منتج بري ورك اوت او محفز ما قبل التمرين او مكملات ما قبل التمرين. شركة كوبرا لاب بتقول ان منتج شادو اكس هو الانسب لكل الرياضيين بصفة عامة ولاعبي كمال الاجسام بصفة خاصة. بيقولوا ان المنتج ده اجمد منتج موجود في السوق ويعتبر كمنتج متكامل. شركة كوبرا لاب برضو بتقول ان هو اقوى منتج بيدي قوة تحمل وبيدي ضخ دم في السوق. طبعا احنا قبل ما بنقول اي حاجة وقبل ما بنحكم على المنتج بنخش نشوف مكوناته ايه ويلا بينا. اول مكون من مكونات شادو اكس فيتامين بي 6 موجود بتركيز 450 ميكرو جرام. فيتامين بي 6 بينشط المناعة وبيعلي من المناعة جامد جدا، بينشط النظام الهرموني في الجسم. تاني مكون فيتامين بي 12 موجود بنسبة 8 ميكرو جرام. طبعا احنا عملنا فيديو قبل كده عن فوائد الفيتامين بي 12 ومن اهمها او من ضمنها ان هي بتحول الكربوهيدرات الى جلوكوز وبتدي للجسم نشاط وحيوية بصورة عامة. ثالث مكون وهو الفوليك اسيد. الفوليك اسيد موجود بتركيز 250 ميكرو جرام. الفوليك اسيد مسؤول عن تجديد خلايا الجسم وعدم الاصابة بالانيميا اطلاقا. رابع حاجة هو البيتا الانين. والبيتا الانين احنا عملنا عنها فيديو قبل كده واتكلمنا عن فوائدها، بس هناخد فايدة بسيطة. ايه موجودة بنسبة 2000 ميلي جرام. الانين هو يعتبر الحمض المسؤول عن عدم الشعور بالارهاق، بيزيد من قوة التحمل بشكل كبير. في كمان 100 ميلي جرام تورين، والتورين بيساعد على امتصاص البروتين في الجسم بصورة عامة وكمان بيساعد على التركيز. وفي كمان الليوسين بنسبة 750 ميلي جرام. الليوسين هو حمض أميني مهم جدا، بيعدل مستويات الكوليسترول في الدم، يزود من الكتلة العضلية الصافية في وقت قصير جدا. فيه سيترولين بنسبة 2000 ميلي جرام، ده نسبة كبيرة جدا. نشوف برضو فايدة من فوائد السيترولين. سيترولين هو حمض أميني بيساعد على ارتقاء مستواك في التمرين، بيساعد على قوة التحمل، بيدي باور جامد جدا، بيقلل الشعور بالتعب اطلاقا. وفي طبعا اللي في كل مكملات محفزات الطاقة وهو الكافيين، والكافيين موجود بنسبة 350 ميلي جرام. في مجموعة رفع جهاز المناعة، في كمان اوليف ليف اكستراكت وهو مستخرج اوراق الزيتون، موجود بنسبة 5 ميلي جرام، هو بيدعم المناعة وبيزيد من التركيز بصورة كبيرة جدا جدا. بعد ما قلنا المكونات دي كلها، المكمل ده هل فعلا هو الانسب للرياضيين بصورة عامة؟ طب هل انسب للاعب كمال الاجسام؟ انا شايف ان نسبة البيتا الانين هنا عالية جدا جدا بوجود السيترولين وبوجود الكافيين. فنسب البيتا الانين بما ان هي عالية والكافيين عالي والسيترولين عالي، فانت ارتفاع ضغط الدم هيبقى عالي جدا 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 وهيجيلك صداع، يعني هيجيلك صداع. وده مش كلام، كل الابحاث اللي اتعملت عليه قالت انه هيزود من ضربات القلب بصورة غير طبيعية، هيديك باور وكل حاجة. كل الابحاث اللي اتعملت عليه قالت ان في نسبة البيتا الانين عالية جدا، وجود السيترولين برضو بنسبة كبيرة جدا مع الكافيين، فده حاجة مش هتخلي القلب يشتغل بكفاءة كويسة، لا ده هيبقى فيه هيدك عليه وهيشتغل بطاقة كبيرة جدا، فهيجيلك صداع، اطرافك هتبتدي ترتعش، هتحس برعشة، هتحس بتنميل، هتحس ان انت بتعرق وانت قاعد. يعني مكونات المكمل تركيزاتها عالية جدا، البيتا ألانين موجودة بتركيز عالي جدا. طريقة استخدام شادو اكس، تاخد سكوب على 300 ملي مية قبل التمرين بنص ساعة او ساعة الا ربع. شادو اكس مفيد
ولا مضر، جيبه ولا ما نجيبوش بالنسبة لمكوناته. كامل شادو اكس فيه مكونات بتركيزات عالية جدا زي البيتا ألانين وزي السترولين وزي الكافيين، كل المكونات دي موجودة بنسب عالية جدا وما ينفعش يبقوا موجودين مع بعض بنفس النسب دي. هم عاملين مكمل بري ورك اوت حاجة كده مجنونة، يعني اللي هو ايه، اللي نايم هيبقى نايم وملوش نفس يتمرن ينزل يتمرن. هم عايزين يوصلوا للمرحلة دي. يعني انا من رأيي لو جبته استعمله يومين اقطع يوم، استعمله يومين اقطع يوم، وهكذا. ولسه هتجيب ولسه ما جبتوش فممكن نجيب اي حاجة تاني احسن تبقى فيه نسب قليلة من البيتا ألانين والسترولين والكافيين علشان ما يجيلكش بعد كده ارهاق، علشان ما تحسش بتنميل في الاطراف، علشان ما تحسش ان انت طول ما انت قاعد مصدع، ضغطك عالي، المود بتاعك مش حلو، في ارتباك، في عصبية، فالكلام ده انت في غنى عنه. ده تقريبا كان كل حاجة عن شادو اكس، ويارب يكون الموضوع عجبكم. وما تنساش تعمل لايك وتعمل سبسكرايب عشان يوصلك كل جديد، وما تنساش برضو تكتب لي في الكومنت ايه رأيك في الموضوع وايه رأيك في الفيديو والفيديوهات اللي انتوا عايزينها اللي جاية. والسلام عليكم ورحمة الله.